عودة إليكم مشاهدينا الكرام، دائما في فقرة النقاش أين سنحط الرحال هذه المرة في المؤسسة الجامعية، أين سنتحدث على ملتقى دولي الدرس التأويلي للخطاب الفكري والنقدي المعاصر من الدين إلى الفلسفة إلى النقد. سنتكلم عن احتضان الجامعة لهذه الفعاليات، سنتكلم أيضا على الرابط وارتباط الجامعة بالمحيط الاجتماعي والثقافي وكذلك الاقتصادي، سنتكلم عن دور هذه المؤسسة في الحفاظ على الوطنية وفي الحفاظ على الهوية الوطنية، سنتكلم أيضا على دور الأستاذ الجامعي ودور الطالب الجامعي، أيضا سنتكلم على هذا الملتقى الذي تستضيفه وتنظمه جامعة تيبازا كلية الآداب، أين سنستضيف الدكتورة علجية مودع الأستاذة الجامعية ومديرة هذا الملتقى. أهلا بك دكتورة. شكرا سيدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدء أريد أن أشكر قناة البلاد وحضرتك يعني على هذه الاستضافة وهذا الاهتمام بهذا الدور المهم الذي تلعبه الجامعة في فتح آفاق التواصل الفكري والأدبي والنقدي. نعم، مرحبا بك دكتورة علجية. قبل أن نتكلم على هذا الملتقى بالذات وقبل أن نتكلم على موضوع الملتقى ونتعمق في هذا الخطاب الفكري والخطاب النقدي المعاصر من الدين إلى الفلسفة إلى النقد، سنتكلم عن الجامعة ودور الجامعة. خلينا نقول ونصارح بعضنا البعض، اليوم نسمع رسائل كثيرة، نسمع مواصفات كثيرة، الجامعة لا تؤدي دورها، الجيل الجديد ما موش كما الجيل القديم. ما هو واقع الجامعة الجزائرية اليوم؟ يعني كيف تعيش الجامعة الجزائرية اليوم؟ نعم، هو يعني سؤال الساعة، والحمد لله يعني الجامعة الآن راهي أكثر انفتاح، ومن خلال يعني من خلال ربط جسور التواصل مع المحيط الاجتماعي المحيط الثقافي والمحيط الاقتصادي، الطالب الآن أصبحت له آفاق مستقبلية مرتبطة يعني بالجانب المهني وأيضا بدوره الفعال في العمل المؤسساتي، خاصة بعد هذه يعني التطورات التي مست قطاعات يعني قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بدور المقاولاتية. أنا اليوم حبيتي تقولي دكتورة علجية وأنت الأستاذة الجامعية تخالطي الطالبة والطالبات كل يوم، أنه فعلا اليوم أصبح للطالب فكر آخر، فكر المقاولاتية، فكر الذاتية، فكر الاعتماد على النفس، ما بقاش فقط ينتظر المسابقة وما ينتظرش الوظيفة وينتظر المنصب في الدولة، بل اليوم الطالب الجامعي هل فعلا صح تنمات عنده فكرة المقاولتية والعمل الذاتي والمبادرة؟ نعم أكيد، بالعكس الآن الطالب منذ السنة الأولى يعني تفتح له الجامعة وتعلمه بآفاقه المستقبلية، حيث يصبح مطلعا وعارف يعني بكل حيثيات التخصص الذي يعني يدرسه وما هي آفاقه المستقبلية. يعني سابقا الطالب يدرس فقط من أجل الشهادة أو من أجل الالتحاق بالمنصب التابع للتخصص، وأحيانا يكون هناك يعني قطيعة بين التخصص والدراسة في الجامعة وبين يعني العمل فيما بعد. ألا الطالب أصبح ملما بكل الأمور المرتبطة بآفاقه المستقبلية، وتحديدا هذه الأمور المرتبطة بالمشاريع الحاضنة الأعمال المقاولاتية، والطالب يصبح الآن يعني أكثر وعيا. جميل جميل، أنت تعطينا في رسائل إيجابية وتعطينا في مؤشر إيجابي ووجه مشرق جدا عن الجامعة الجزائرية، هذا بالحديث عن الطالب الذي أصبح عنده فكر مقاولتية والاعتماد والمبادرة وطرح الأفكار الجديدة. هل اليوم الجامعة الجزائرية والأستاذ الجامعي له القدرة على مواكبة هذا الدور الفعال للطالب، له القدرة على خلق آفاق التواصل بين المؤسسة الجامعية بين الطالب الجامعي ومحيطه الاجتماعي الاقتصادي وحتى الثقافي؟ نعم،
وبقوة، خاصة من خلال يعني الندوات المستمرة، الورشات التكوينية، الجلسات يعني المتتالية يعني التي يعني يسهر عليها ويشرف عليها طاقم متخصص في هذا الأمر داخل الجامعة. يعني احنا حاليا في معهد الأدب يوم الأحد يعني الدار المقاولاتية سوف تحضر إلى معهد الأدب لكي يوم الأحد اللي هو غدا، نعم اللي هو غدا، نعم بالضبط، لكي يعني تنور هذه الآفاق وتشرح هذه الأمور بالنسبة لطلبة الأدب. يعني أنا كنت نعتقد باللي فكر المقاولاتية وفكر المؤسسات الخاصة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية فقط عند التخصصات التقنية والتخصصات العلمية، هل حتى التخصصات الأدبية والتخصصات الإنسانية وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضا؟ إنه سابقا ممكن الذي يدرس الأدب أو بعض التخصصات في علم الاجتماع أو الفلسفة أو يعني مساره المهني مرتبط فقط بالوظيفة بالتعليم، نعم بالوظيفة. أو بالوظيفة، نعم الآن لا، أصبح يمكنه أن يفكر في فتح وإنشاء يعني فكرة تتطور فيما بعد ويصبح مؤسسة مثل ماذا؟ خلينا نتكلم مباشرة الآن على إسقاط واقعي، إسقاط يومي لما يقوم به الطالب في تخصصات العلوم الإنسانية والتخصصات الأدبية. ما هي الأفاق المستقبلية اللي فتحتها له الجامعة باعتماد نظام المقاولاتية ونظام المؤسسات ونظام الأبل؟ نعم. وعدة أنظمة اليوم أصبحنا شاهدوا ونسمعوا بها موجودة في الجامعة. نعم، الآن ممكن لطالب الأدب العربي أن يفكر في فتح مشروع خاص بدور النشر. نعم، وهو يعني ليس فقط مرتبط بالتعليم أو بالوظيفة، يمكن أن يفكر في الالتحاق بالمؤسسات مثلا الاستشفائية، لأننا ندرس بعض الأمور المتعلقة بأمراض الكلام ومتعلقة، يمكن أن يساهم في هذا الأمر. نعم، ممكن لطالب الأدب العربي أن يدخل في مسار الإخراج التلفزيوني وحتى الإخراج المسرحي. يعني هنا راهي الأمور أصبحت يعني مفتحة على أفاق يعني وأمور أوسع. لما يكون هناك خيارات عديدة ومتعددة بالنسبة للطالب، لما يكون هناك آفاق تخلي الطالب يفجر قدراته، يفجر أفكاره، يفجر طاقاته، هذا شيء إيجابي كثيرا. خلينا نعود الآن إلى محور اللقاء ومحور النقاش اللي هو هذا الملتقى الأدبي الفكري الذي جاء موسوما تحت عنوان الدرس التأويلي للخطاب الفكري والنقدي المعاصر من الدين إلى الفلسفة إلى النقد. نتكلم مباشرة على هذا العنوان، نحاول نفصل في العنوان حتى يفهموا المشاهد ويفهم بعده، ونخرجوا من هذا العنوان هذا نخرجوا الأفاق للطلبة. لما نتكلموا على الخطاب الفكري نتكلم على الفكر، نتكلم على شيء مركز، نتكلم على شيء متخصص، نتكلم على شيء لأهل الاختصاص وفقط. نتكلم أيضا على الخطاب النقدي المعاصر، أيضا هو شيء متخصص، لكن لما نشوفه في الشطر الثاني من العنوان من الدين إلى الفلسفة إلى النقد، ألا تعتقدي بأن هناك متناقضات الدين والفلسفة والنقد، يعني عنوان يجمع بين متناقضات ثلاثة؟ نعم نعم، شكرا على هذا السؤال يعني الدقيق. صراحة أنا حددت العنوان بالفكر الصوفي، بالدرس التأويلي. الدرس التأويلي يعني هو مرتبط بحقول معرفية شتى، يعني هو يعني منبثق من حقل التفكير الديني يعني وارتباطه بتفسير يعني الكتاب الديني يعني او القرآن الكريم او وايضا حتى في ايضا حتى في يعني في الأديان الاخرى، يعني مصطلح التأويل موجود. الدين ليس يقصد به هنا الإسلام. نعم نعم، الدين يقصد به كل الأفكار الموجودة. نعم، سواء كان الفكر اللاهوتي الغربي او الفكر الديني الإسلامي والثقافة الإسلامية موجود كمصطلح في هذا الحقل المعرفي. نعم، كتقييم أولي للخطاب الفكري الموجود اليوم، نعم، الخطاب الديني الذي يعيشه المجتمع الجزائري اليوم، نعم، ما هو تقييمك لهذا الخطاب؟ بالعكس، أنا يعني أرى أن هذا الخطاب أصبح يعني يعيش حالة من الانفتاح وليس حالة من الانغلاق. دكتورة، كل شيء إيجابي كل شيء إيجابي، ما نقدرش نمشي وأنت تتكلمين على النقد، ما أنا لازم ننقد شوية من أجل التحسين. لا لا، أنا أعتقد التنوير. أن لما نتكلم على الخطاب الفكري
ما نقدروش نقولوا بانه الخطاب الفكري اليوم اصبح اكثر انفتاحا، وهذا رايي بطبيعه الحال يلزمني انا، ولكن رانا نشوفوا اذا استثنينا ربما الجزائر ما فيهاش هذه المظاهر، لكن رانا نشوفوا باللي الالحاد اصبح موجود، نشوفوا التطرف اصبح موجود، نشوفوا باللي عده مظاهر وظواهر جديده اصبحت دخيله على المجتمعات. نعم، حتى وما نعيش ما راناش نعيشوه في الجزائر بحده، ما راناش نعيشوه في الجزائر بكثره، ولكن هذا واقع موجود. نعم، اذا ما عشناش اليوم سنعيشه بعد زمن معين. نعم، بعد سنوات قادمه، لانه كل المجتمع العربي وكل المجتمع الاسلامي مستهدف في عقيدته، مستهدف في مبادئه، مستهدف في قيمه، ومستهدف في هويته بشكل خاص. اذا كيف يمكن تحصين المجتمعات الجزائرية، كيف يمكن تحصين المجتمع الطلابي في الجامعات من هذا الخطاب الدخيل على الأفكار الوطنية؟ نحن نعلم جيدا، يعني بدون يعني أن نخفل يعني يخفى الأمر، أن يعني وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في هذا الحقل سيد الكريم، وفي هذا الحقل بالذات من خلال يعني نية الغزو الثقافي بكل ما يحمله من حيثيات ومن رسائل باطنية. ولكن في نفس الوقت أنا أرى أن يعني المجتمع وتحديدا المجتمع يعني داخل المجتمع المثقف أو المجتمع ليس لا أقول متعلم وإنما المثقف أصبح الآن يعي جيدا هذه الرسائل الباطنية والمسربة عبر هذه الوسائل، والمقصود منها بالضبط هو من هو هي فئة الشباب. نعم والجامعة أكثر احتضان لفئة الشباب، فنحن نسعى من خلال هذه التظاهرات العلمية أن نغرس الوعي بضرورة تمحيص وتقويض أي أمر يتم تلقيه واستقباله من خلال هذه القنوات أو الوسائل يعني عبر شبكة الإنترنت. نعم، ما الذي يجمع في عنوانكم دائما في هذا الموضوع؟ نعم، ما الذي يجمع بين الدين وبين الفلسفة وبين الفكر النقدي في ذاته؟ نعم، الفكر عماد الفكر النقدي هو التأسيس والمرجحية الفلسفية. لا يمكن أن نؤسس لأي فكر نقدي دون مرجعية فلسفية. فالفلسفة والنقد هما وجهان لعملة واحدة، وما جمعهما بالخطاب الديني هو الدرس التأويلي الذي انتقل من حقل الاستخدام الديني إلى حقل التفكير والتقويض الفلسفي إلى حقل الممارسة النقدية. وهذه هي الإشكالية، كيف احتضن الخطاب النقدي مثل كيف يحتضن الخطاب النقدي مثل هذه المصطلحات التي لها ارتباط وثيق بحقوق معرفية شتى ويوحد بينها. نعم، الأكيد أنه لكل نشاط هدف معين. نعم، لكل ملتقى، لكل ورشة، لكل تظاهرة علمية كانت أو ثقافية. نعم، هدف معين تحاولون الوصول إليه عبر آليات وعبر برنامج وعبر مخطط عمل واضح وبين. ما هو الهدف المنشود من خلال هذا الملتقى ومن خلال هذا الموضوع بالضبط الذي سيكون في توصيات يوم غد أو يوم بعد غد عند اختتام هذا الملتقى في جامعة بازا؟ أول هدف هو موجه أولا للطلبة بضرورة يعني الخروج من بوتقة الممارسة النقدية أو المقاربة النقدية المحدودة يعني الأطر إلى الممارسة الفكرية. يعني هنا عندما نخوض غمار البحث في هذه الخطابات الفكرية نحن نفتح آفاق التلقي. وأيضا الهدف الآخر هو تعريف أو استضافة يعني أقلام نقدية جزائرية يعني نفتخر ونعتز بها لها إسهام كبير في التأسيس لهذا. نعم، أنا نشوف باللي في هذا الملتقى ضيف الشرف الملتقى هو الدكتور والأستاذ عبد القادر فيدوح. نعم، ومن أحد الإطارات الجزائرية اللي كانت بالمهجر عودة دخل إلى الجزائر. نعم، ربما من عنده 49 إلى 50 مؤلف. نعم، هل يعرفوه الطلبة الجزائري اليوم؟ يعرفونه من خلال مؤلفاته.
له رصيد كبير ورصيد يعني ضخم و يعني وجود قوي في الساحة النقدية الجزائرية والعربية والعديد من يعني الجوائز التكريمية في هذا المجال داخل وخارج الوطن. الآن ستتاح لهم الفرصة كي يرونه إن شاء الله يعني بصفة شخصية، ولما لا يعني يستفيدون منه من خلال الحوارات النقدية التي سوف تجرى على مدار هذين اليومين بإذن الله. نعم، إذن مازال معنا دقيقتين دكتورة علجية مدة. نعم. لا أدري هل نعطيهم لك مباشرة أو نسألك أنا سؤال ونخليك تختمي بعد ذلك. نعم. ما هو واقع الحفاظ على اللغة العربية اليوم في المجتمع الجزائري والمجتمع الطلابي، ومن خلاله الحفاظ على الهوية الوطنية المستهدفة دائما؟ نعم صحيح، يعني نحن نسعى دائما للحفاظ على لغة القرآن الكريم، ونحن في معهد اللغة والأدب العربي دائما نحتفي باليوم العالمي للغة العربية، واللغة العربية دور مهم وفعال في مجتمعنا يعني في مجتمعنا وفي دراستنا يعني. و ما يمكنني أن أجمله بخصوص هذا الأمر هو يجب أن نحافظ على لغتنا لأنها جزء لا يتجزأ من هويتنا. نعم، شكرا لك دكتورة علجية مدعى الأستاذة الجامعية. نعم. بجامعة تيبازا ومديرة هذا الملتقى الفكري والأدبي الموسوم. نعم. تحت عنوان الدرس التأويلي للخطاب الفكري يعني والنقد المعاصر من الدين إلى الفلسفة إلى النقد. نعم، كلمة ختامية. نعم، كلمة ختامية، يعني أريد من خلال هذا الإيقاع أن أبعث يعني رسالة شكر لكل الذين ساهموا في نجاح هذه الفعالية الدولية، وعلى رأسهم سيد مدير الجامعة. نعم. البروفيسور محمد يونسي الذي طالما يعني أتاح لنا فرصة يعني وشجعنا على هذا العمل. نعم، بالتوفيق لك ولكل الفريق. وأشكرك أيضا على حسن الاستضافة وعلى هذه الأسئلة الجوهرية التي تصب في معين الفكر والأدب. أهلا وسهلا بك دائما، شكرا لك على حضورك معنا، لك كل التوفيق وللفريق العامل معك من الأساتذة وحتى الطلبة الساهرين على تنظيم الجيد وتنظيم الحسن لهذا الملتقى. أنتم مستأمنين على طلبتنا وكذلك مستأمنين على اللغة والهوية الوطنية. أكيد. إلى هنا نأتي لختام هذا العدد من فقرة النقاش، برامجنا متواصلة إلى ذلكم الحين، وإلى موعد آخر أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.